اهلا بيكم. فريق النادي الاهلي اتعادل امبارح مع فريق البنك الاهلي بنتيجه 0-0 في المباراه اللي اتلعبت امبارح على استاد المقاولين العرب ضمن فعاليات الجوله ال 19 للدوري. بالنتيجه دي بيرتفع رصيد الاهلي ل 34 نقطه ولسه في المركز الثالث، والبنك الاهلي رفع رصيده ل 25 نقطه في المركز الثامن. بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قال إنه حزين بسبب تعادل فريقه مع البنك الأهلي، وأكد إن جدول مباريات فريقه مختلف عن أي فريق ومسؤولياته أكبر، وإنه مسؤولياته يكسب أي مباراة يلعبها. موسيماني قال كمان إن فريق الأهلي عنده غيابات، وعلي معلول ما كانش جاهز بنسبة 100%، ده غير ثلاثي خط النص ديانج وحمدي والسولية، خصوصا إن طاهر محمد اشتكى من إصابة في بداية الشوط الثاني. هيلتقي فريق رجالة كرة اليد في النادي الأهلي قدام الزمالك النهاردة الساعة 7 بالليل في إطار نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية المقامة في النيجر. وعالميا فريق انتراخت فرانكفورت الألماني تم تتويجه بلقب الدوري الأوروبي على حساب جلاسكو رينجرز بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-4 في المباراة اللي اتلعبت بينهم امبارح على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية الإسبانية في نهائي البطولة للموسم الحالي. الفرقتين لجأوا لضربات الترجيح بعد ما تعادلوا إيجابيا بنتيجة 1-1. والنجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم فريق برشلونة الإسباني أعلن اعتزاله اللعب دوليا بعد البيان اللي نشره الاتحاد الجابوني لكرة القدم امبارح. كانت المشاركة الأخيرة لأوباميانج مع منتخب الجابون في كأس أمم أفريقيا الأخيرة في الكاميرون، واللي شهدت مشاكل كبيرة بينه وبين المدير الفني للمنتخب الجابوني بسبب عدم الالتزام. الدولي الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد توج بجائزة الأسطورة المقدمة من صحيفة ماركا الإسبانية للعام الحالي 2022 في حفلة كبيرة اتعملت في العاصمة مدريد، وحضر لوكا مودريتش واتعمل له ممر شرفي من الأطفال اللي كانوا لابسين تيشيرت مكتوب عليها نادي ريال مدريد ومنتخب كرواتيا. أخبارنا الرياضية خلصت، لكن كلامنا لسه في الرياضة ما خلص، هنرجع على طول لهدير ومصطفى يكملوا باقي الكلام في الرياضة. اتفضل مصطفى. شكرا. وتفضلي هدير.